قبيلة يا خائن. كان حلقة غريبة صحابي جدا مستشقى اخ. تعال كده معاش ايه جوه. انا اللي ساعدته عشان يعمل ومكان السجن اللي انا هنا. صوت جاي من السرور ده. قول كده يا حكم. اليوم ده كان غريب جدا جدا. اطلع يا مايوس. السيف اللي معانا اهو. اطلع يا مايوس. لا اسمه مايوس. اليوم حاجه حلوه. اخويا كل حاجه غريبه والنبي. فاكر القوه دي؟ فاكر اه بسرعه عشان هيموتهم كلهم. ماشي ده انا رايح نشوفوا ايه هيحصل يا اصحابي. جامدي يا اوتر كتلكتني عشان انا عايز اعرف اللي انت عملت. انا على فكره عاكله. انا على فكره ايه ده اتخدك. واتكيت بسرعه وراي دي. كل ده يعني كل ده متاخر يا مايل يا اخويا. كوبا جيب الحصى. انا على فكره مديرك وكل ده متاخر. جيب الحصى. ايه ده انت سرقته؟ لا انت سرقته منين؟ سرقته. خلاص انا عرفت انت جبته منين. من المزرعه. جبته من المزرعه ليه؟ ايه بتاعنا احنا كنا شوفوا مزرعه. كنا اصلا مكان هنا اللي احنا بنساعده مدينه. انت بتساعدش مدينه ليه معايا؟ المدينة. طب قوم بابا اللي ده مسم ده. قوم مش ده مسم. قوم الله مش انا قدركم. يلا وراي مش وصلني وانا بكلمه. اتنسي المدينة ده اللي احنا عاملين فيه. خلاص احنا نساعده مدينة هنا واحنا بطل خلاكين اللي بنساعده مدينة. شلت. عايزين مكنة. مكنة. مكنة ايه؟ نتحرك بيها. وانت فقير؟ وانت فقير؟ غير هدومك. طيب في الموتوسيكل. طب تعالى نجيب ال اوبا. لا انا عايز حاجة تانية. ده دي حاجات العيد. احنا جبنا حاجات العيد كتير. فبص العضلات. وانا عندي عضلات. ها طب يلا. عشان مكنة. استنوا كده اصحابي جامدين مع عامل العربية. يلا بينا. استنى يا عم عايزين نمشي. استنى لا نمشي. استنى طب اعمل كوتش. يلا تعالى. يا عم ما تيلا. خلاص يلا بينا اصحابي جامدين. فتحنا الفيلم استنوا كده اصحابي جامدين. يلا بينا اصحابي جامدين. بدأنا تاني. يا محمد اصحابي جامدين عايز اكلمكم على في الفيلم واحنا ماشيين. اصحابي جامدين فاكرين اللي اسمه محمد انا فاكر محمد جيمنج. محمد جيمنج عامل ايه يا محمد جيمنج؟ وانت عايز تتكلم معايا روبلوكس العب. انا في دلوقتي في سيرفر روبلوكس. وانت عايز تخش صوتي على صوتي عادي. في عم فتحنا فيلم. حرامي. حرامي برضو. حبوش كاش. ايه حبوشكش انت تاني؟ ما هتعديني. انت عايز ايه حبوشكش؟ مش احنا طالعين ودناك السجن. انا رايح. راح فين؟ راح السجن. ده غير لا. اصحابي جامدين عايز اكلمكم على حاجة. وانتوا عايزين قصة حبوشكش. بس انتوا عايزين او اخويا بصوا انا عامل سكين اخويا بحبوشكش وهتشوفوه بيعمل ايه هو صغير حبوشكش. هتشوفوا قصته وان شاء الله قصته هينزل. لا مش هعمل حبوشكش. انا عايز هدوم مايس. لا يا حماية عشان عامل سكنك حبوشكش وانت صغير يعني عشان هم عايزين قصته. يلا كنا اصحابي جامدين. استنى يا سنقف. يا اصحابي جامدين 7 دقايق ان في الفيديو. صحابي جامدين. ايه ده عربية بتمشي لوحدها؟ راح اجيب اخويا اللي عمل حادثة. تمام؟ ماشي عشان اخد العربية عندك. ومديرك على فكرة تنساش هو اصلا عامل الشغل اللي انت شغال فيه. استنى صحابي جامدين ما اخويا يجي. اخويا لا ما
اخويا اخويا لا العربية. اذا عربية مش عايزة تتحرك ليه؟ بقيت بطيئة ليه؟ عربيتي هناك هناك عربية بايظة. افتح عربية بايظة جدا. افتح عربية كده عطلت عشان تشتغل انا وديها للراجل. يا رب استنوا كده اصحابي جامدين. يلا بينا اصحابي جامدين. العربية مالها؟ استنى سؤالكنا. مال صوت العربية؟ دي فيها ايه؟ ودي عند الرجل او ما اخلص عربيتي وجاي. ايه ده؟ قطر؟ انا خبطت العربية وزعقتها. وعربية بتمشي لوحدها ازاي يا قطر؟ انا اخوك الواد هيجيب العربية عشان يخبطني. ايه ده؟ راح اكتفي راح فين؟ انا اخويا ده راح عند عند الصلوح انا اموته. لا تموتوش ده. ده جري ده جري عندي. ده راح فين ده؟ اخويا انا بضحك عليه. يا صحابي جامدين خلصنا الفيديو خلاص. الحلقة الثالثة الحلقة العشرين اخر حلقة وخلاص احنا الحلقة دي 19. مع سلامة صحابي جامدين. وبص الصورة بتاع الموبايل دي جميلة جدا. ولمسوا دي اعملها لي بس بقى.